بالمناسبة باريس هيلتون بتعشق الذهب بالإمارات، وخلال وجودها بدبي اشترت مجوهرات من المصممة لينا عبد الواحد، ولينا معنا اليوم بمشاهير. تفضلي لينا. مساء الخير لينا. مساء الأنوار ديانا. كيفك؟ كويسة. تفضلي لينا، خبرينا وكيف تعرفت على باريس هيلتون؟ على طول السؤال الأول دغري من الأول. والله معرفتي بباريس كانت هي فرصة. خلال فترة عملي كنت أتمنى أشوف أو أي مشهور يلبس مجوهراتي، فالمستشارين تبع باريس رشحوا مجوهرات البروج ورشحوني. يعني شو هي القطعة اللي لبستها باريس هيلتون؟ باريس لبست، التقيتي فيها شخصيا؟ شخصيا، وقعدت معاها ساعتين ونص تقريبا. تبع باريس القائمة بالأعمال تبعها اللي هي جودي حددت لي موعد، وتاني يوم تقريبا قعدت مع باريس. شو قالت لك عن دبي، عن الإمارات، عن الذهب بالإمارات؟ لأنه معروف الذهب بالخليج خاصة بالإمارات. صح، باريس أول شيء لما رحت له اختارت 40 قطعة تقريبا. الأربعين قطعة هاي لبستهم على مدى أسبوعين. اوكي، باريس كانت نحن مجوهرة البروج، طبعا قدمنا هدية لباريس اللي هو الخاتم. اوكي، بالنسبة للأشياء الثانية يمكن ثلاث قطع تقريبا كانت هدية من المستشارين تبع باريس او المتعاقد اللي كان مع باريس في دولة الامارات. اخذ لي ثلاث قطع من مجوهرات البروج اللي هي من ديزايناتي، فاخذتهم. واليوم الاخير تقريبا لبست عقد اللي هو بول ويا الدايموند. لبسته وهي ما بتحب الدايموند الا شوي. اوكي، فالحلو منه كانت يعني الصوره هاي اللي موجوده عندي هي حصريه. يعني تخيلي راحت لامريكا وبعثت لي الصوره ثرو ذا ايميل، فاي جت سربرايز. هل كنت بتتوقع انه يوم من الايام يكونوا مجوهراتك على سوشيالايت معروفه مثل باريس هيلتون؟ والله هو كان بالنسبه لي حلم متحقق، ليش لا؟ يعني اي شيء ممكن يصير في الحياه، بس اهم شيء يكون عندك هدف ورؤيه. هذا اللي حضرتك من اليمن، ليه قررتي تطلقي تصاميمك من دبي بالتحديد؟ اول شيء نحن من سكان الامارات نعتبر، وهي البلد الثانيه بالنسبه لنا، ودبي يعني معروفه من جميع النواحي، يعني سواء من ناحيه التورست، من ناحيه مثلا كل شيء. يعني دبي سريعه، يعني من ناحيه يعني شو احدد لك، عندك الذي هو مطار دبي الذي يحمل كمية هائلة من السواح. صح. عندك موانئ دبي، عندك مثلا برج خليفة، يعني العالم كله، الميدان، يعني أكبر 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 شيء تحصليه في دبي، التصنيع، الإنتاج في دبي، يعني جميع النواحي. لما تجي تتكلمي على دبي، دبي is the best. هل منشوف دبي بتصاميمك كمان؟ دبي والله يمكن أعمل لي شيء إن شاء الله. هل تستوحي من طبيعة دبي، من ألوان دبي بمجوهراتك؟ وقديه صعب على المصمم، خاصة مصممة المجوهرات، دايما تكون عندها ابتكار لمواضيع جديدة؟ مواضيع جديدة هاي بتعرفي يعني لازم كل إنسان يفكر في شيء جديد. إذا ما في تجديد ما في نجاح. أوكي، عندك مثلا دائما أستوحي أفكر شو الأهداف، شو الرؤية، شو يعني من ناحية مثلا الديزاينات، شو يعني خبرتينا وراء الكواليس إنه بتستوحي من الطبيعة كتير. طبعا طبعا من الطبيعة، هي طبيعة دبي. طبيعة دبي أو الطبيعة بشكل عام، عرفتي؟ دبي مثلا عندك الصحراء، الرمل، يعني نستخدم الألوان، مثلا عندك النكلس اللي أنت لابساه، طبعا جوانا كثير حلو هذا النكلس. أيوة. اللي لبسته هو ميكس بين ذهب أصفر وذهب والبراون أبيض. البراون دايمن يعطيكي لون التربة أو لون الصحراء، فهذا شيء من الأشياء اللي نحن نحاول. لينا شو رأيك نشوف المجوهرات اللي موجودة معنا بالاستديو؟ أول قطعة لفتت لي نظري هي القطعة اللي فيها روبي مع روز جولد وذهب أبيض. صحيح. خبرينا أكثر عن هيدي القطعة. القطعة هاي تحمل هو الورد
مع تبع الليفز زائدا الاحجار الكريمه الذي هو الروبي. من وين استوحيت هذا التصميم؟ يعني اذا بنطلع على هيدا القطعه بتذكرنا بالافلام القديمه بعصر الخمسينات لما كانوا السيدات عن جد يهتموا يلبسوا قطع كلاسيكيه. اوكي، هاي اخذت تقريبا فكرت عاده النساء لما تروح على القطع الكلاسيكي. صح، انت مع حاولت اغير، دخلت اللون الاحمر الذي اللي هو الروز جولد مع الروبي مع الذهب الابيض. عاده الناس تستخدم يا اما اللون الاحمر صح او اللون الابيض، فانا خبطت الالوان مع بعض. وهذا اول مره بنشوف الروبي بهالطريقه. عاده الروبي بيكون كلير اكثر. الحجره هيدي الحجره غريبه، اول مره بشوفها بتعطي طابع فينتج كانه، لانه نو بوليش، ما معمول عليها بوليش القطعه. وهيدي القطعة بأي مناسبات تنلبس؟ وهل بينلبسوا كل هالقطع مع بعضهم؟ هل أنت بتنصح السيدة تلبسها كلها مع بعضها، ولا يعني إذا اشترت هيدي السات تلبس بركة البريسلت لحالها مع الخاتم، أو إذا لبس العقد تلبسه لحاله بلا شيء؟ لأنه إذا لبسها هيدي القطعة بفتكر بتغني عن كل شيء، بتكون لابسة شيء فستان أسود سيمبل مع هالقطعة بتكون جلامرس على الآخر. كلامك يعني صحيح، يعتمد على المناسبة اللي بتروح فيها الزبونة أو اللي لابسة القطعة. فإذا هي بارتي كبير وبيحمل يعني كتير بلينج 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 شو تبي بلينج بلينج، فإذا يعني مناسبة بس بسيطة هي حفلة عشاء أو من هالأشياء، فتروح على الخاتم والإيرينجز أو البريسلت مع الإيرينجز والخاتم، يعني تكتفي تماما بهالشيء. خبرينا عن هذا المونوكروم دارج، كان هذيك السيزون البلاك اند وايت، خبرينا عن هالمجموعة، هي مجموعة جديدة. أنا بالنسبة لي البلاك اند وايت يعني ديزايناتي ل 2011 2011. استوحيت هيدي هالفكره او هيدا التصميم بالتحديد؟ التصميم هو كل قطعه يعني هذا مثلا تعطيكي ديزاين الزيبرا اللي هو الابيض مع الاسود، اللي هو كمان البرنت بضل دارج على كل حال بهاي الطريقه. وبالنسبه لهيدا الكولكشن اللي هو روز جولد، الروز جولد مع البلاك اونكس، كان بالنسبه لنا ل 2010 ديزاينات 2010. ولو لاحظتيها سبايدر، عاملين بطريقة السبايدر. شومين عرفت بتصاميم شومين سبايدر. صح؟ صحيح كلامك. صح. كمان منلاقي الفلورل اللي هو كمان كتير بحسك بتراعي خطوط الموضة العالمية، يعني إذا بنطلع على تصاميمك بنشوف مثلا وجود الأحمر، الأحمر دارج هيدا السيزن، بنشوف البلاك اند وايت يلي دايما موضته ما بتخلص، الفلورال هالسنة كمان كتير دارج. صحيح، فعندك الملتي كلر كمان ميكس كلر ستون. هيدا قطعة بالفعل كتير حلوة، خبرينا عن هيدا البندنت بالتحديد. البندن هذا عامله ميكس كلر ستون مع الالماس، في البينك سافاير وفي الجرين سافاير وفي الدايموند اللي رايح اللون الشامبين كلر الدايموند، مو بهو الوايت دايموند تماما. ف شو اللي دارج اكثر شيء هذا السيزون؟ هل هو الذهب الابيض الاصفر اما الروز جولد برايك؟ والله اعتقد انه الروز جولد زائدا الابيض، فلانه اللون الابيض يعني الاصفر خلصت موضه، والابيض قعدنا فتره ما نشتغل عليه، فهاي السنه قاعدين نشتغل على الابيض اكثر شيء. تمام، هيك منيح، لانا ما استثمرت بولا شيء ذهب اصفر. لينا، وين فينا نشوف تصاميمك؟ في دبي فيستيفال سيتي، في سوق الذهب هناك، مجوهرات البروج. اوكي، شو مشاريعك؟ شو عم تحضري شيء جديد هلا؟ مشاريعي اتمنى احضر مهرجان في ايطاليا امثل دولة الامارات البنت الخليجية. حضرت المجموعة ولا بعد؟ هذا بيكون السنة الجاية ان شاء الله، سنة الجاية 20 الى 25 قطعة بحضر فيها المعرض. شكرا لينا، كل التوفيق لك، وشكرا على المجوهرات الحلوة اللي جبتي لنا اياها اليوم، وعلى هالبندنت الرائع اللي انا لبسته. بريك.